اي فوق نتحرر، نتحرر بالمعلومه الحقيقيه، كي نعرفوا الحقيقه نتحرر وحنا نقرروا. لازم الشعب يفهم. العمق قالها في السبعينات في الغنية تاع سبحان الله يا لطيف، كل يفهم الشعب الجزائري، يفهم كلش، يهضر حتى اللي يجيك بارك الله فيك وحاكم السبعه ومدير هذا الناس. سانا با شونجي، تلعب بالدين سانا با شونجي. داروها بنو اسرائيل بكري، داروها المسيحيين عندهم 600 سنه ودرك بولحيه ديروا فيها نفس المسار تاريخي. يشترون بكلام الله ثمنا قليلا. عدنا نسمعوا في عبارات خطيتنا، جزائري يقول لك حياكم الله، واحد يقول لكم الاحرار، واحد جابونا هضره نتاع شرابين بول البعير ولحقوها لنا لينا حنا. اصلا ما بنا والو، كون ابراهيم ما بنا لهمش الكعبه والله يعرفوا يبنيو حجره فوق خطره. ورا سيدنا ابراهيم بنا لهم الامريكان، ما شفت حاجه اخرى في الخليج. ابراهيم عليه السلام بنا الكعبه واسماعيل، سنة حتى جا الامريكان بنا لهم السعوديه. ما من قبل تعخيم ومعيز عادوا يتحكموا في العالم. الامارات عاد شاريه الجزائر، ودي معركه واحده اخرى. لازم الشعب يتصدى للشركات الاماراتيه، يقلعها بالدرع بالعنف. ما لازمش الامارات تبقى في الجزائر، اي شركه اماراتيه استثمار اماراتي كان مباشر او غير مباشر لازم يبقى في الجزائر. بصح نكملوا نتخلصوا من الخماج هذا صح، من التفون والمافيا اللي باعونا درك درك، باعونا رسميا اوفيسيلمون، باعوا الجزائر، باعوا لا نوتراليتي تاع الجزائر، باعوا الشعب الليبي الشقيق الاخ، باعوه للامارات والترك، باعوا مصير الامه اللي محيطه بنا من موريتانيا للنيجر للمالي للتشاد ليبيا، باعوهم لقطر تركيا والامارات. الجزائر باعت، ماشي الجزائر، الجزائر تاع الرخيص تاع تفون الكانيش هذا اللي جابوه نتاع السلطه اللي حاكمه ليطا ماجور اللي بي بلون باهي شنو لا بي سيفيل اون الجيري. Dans quelques mois, on sera encerclé par des groupes terroristes. On est encerclé par le terrorisme. Et c'est grâce à Tebboune ou le club de l'état-major qui est en train de se faire. Notamment Chengriha, le chef d'état-major. Qui fait que Tebboune est en train de se faire. Enfin, tu es en train de se faire. La position géostratégique est en train de se faire. Les Émirats. ونزيد نقول لكم حاجه، العناصر الجيش الوطني الشعبي، العناصر الشابه، هذا شنقريحه والناس اللي معاه قاتلوا الدرجه ويروحوا عند ربي، حبوا ولا كرهوا. بصح انتم اللي راحين تواجهوا الارهاب في الاقطار اللي دايره بينا بكره بسبب هذه الكلاب لمصالحهم الخاصه. الشعب الشباب الجزائري راح يواجه غدوه ارهاب عنيف وعتيد من ليبيا للنيجر للمالي لموريتانيا. النار رايشه على اوتور دو لالجيري، وهذا الطحنه باعونا ثلاثة دورو ثلاثة سنتيم. الفريق توفيق اللي هو في المخابرات الجزائريه منذ نعومة اظافر، وسير كقائد المخابرات الجزائريه 25 سنه، يتلاقى مع المخابرات الفرنسيه في الجزائر كي يحب يتلاقى مع المخابرات الفرنسيه. لازم الشعب يفيق، وقلناها من قبل اكثر من هذه. اسك غوانتانامو يعني حبس البليده اكثر من غوانتانامو، محال. غوانتانامو خرجوا منه التصاور ولي فيديو ولي تيمونياج. اسك الحراش اكثر من لي بريزون ديتا تاع الامريكان ولا تاع الروس والكولاك، وخرجوا منه لي فيديو لي تيمونياج. ما عندناش فيديو صغير على ويحيى في الحبس، على توفيق، على طرطاق، على سعيد، ميم با تيمونياج، ميم با تيمونياج. هيا حبسوا، هيا عريتي عريتي يا جماعه. المسرحيه هذه وكيف صارت، الشعب مازال برا، الشعب طاير. انا حاجه واحده اللوم على الشعب،
الشعب لازم تختار قيادة سياسية، حتى ننتصر في المعركة لازم تختار قيادة سياسية. والقيادة من أجل نصرة الجزائر لازم تكون في الخارج، والقيادة هي حمل وأمانة على جزائريين الخارج. جزائريين المهجر درك الواجب نتاعهم رقم واحد هو تشكيل قيادة لنصرة إخوانهم اللي في الداخل، لأنه إخواننا اللي في الداخل في الجزائر راهم عايشين تحت سلطة استعمارية استعمارية ديكتاتورية. Il y a une question, M. Rahmani, M. Nasser, Jinkis, il dit comment transformer la révolte en révolution. Eh bien, en se fédérant autour d'une direction politique. Et ça sera une révolution et on va gagner la bataille. Que représente la visite du président tunisien à son homologue illégitime, sachant qu'il a été élu par une grande majorité du peuple tunisien? مش بيدو مسكين هذاك تاع تونس. شكون يبعثو؟ ديجا هو على باز سي لو بلون بوليتيك نقدروا نعتبروه مهبول. اون فاتي سي باسكو إلي اون تران دو فار، ما عنده أوكين لين بوليتيك بريسيز، ما عنده أوكين بروغرام، إلا أوكين بارتي بوليتيك، في هذا بكل شبه التبول. لا سول ديفيرونس إلا إيتي إيلو دو مانيير ديموكراتيك. التبول إيتي إمبوزي بار لوليغارشي ميليتار. La mafia politico-militaro-financière. Bon, dire que la Yahmou Galop du Jazer, la mafia politico-financière, elle a dit la politico-militaro-financière. Ou la militaro-politico-financière. Là, qu'il a venu à Kaïs al-Tatouns, ben écoutez, il ne peut pas faire autrement. Hadak Ouadjaro, le rôle de l'Ihda, ou Shahidir, surtout que l'Algérie est très impliquée dans la lutte contre le terrorisme, soi-disant en Tunisie. Donc, il y a un Médéra, avec un pays qui reçoit 2 millions de touristes algériens par an, même Jibourouchet dit à l'ASZER, il est obligé, il dit, il chauffe. Il s'agit quand même, trafic bin Abintons, il dépasse les 13 milliards de dollars par an, contre le tourisme et tout ce qui est trafic transfrontalier. Même la contrebande, ça rapporte de l'argent à la Tunisie. Bien sûr. Une question sur le CRIA, ils disent est-ce qu'on a un représentant du CRIA au Canada? Sinon. Non, non, vous avez un représentant du CRIA, pour l'Amérique. Après, il vous dit pour, sinon pour l'islamisme, c'est tout le peuple qui le rejette. Hein. Donc, les gens ont compris que ça a été. Ils ont non, été manipulés. Non, c'est des arriérés, c'est des pingouins comme les pingouins du désert. Batarek Sahara, qui est Batarek Badli Khalkhom. Kif kif. لا علاقة لهم لا بالإسلام لا بالله عز وجل لا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا جماعة بكل مسلم الكذاب. نوفل فيرسيون.